يعني في تغير مفاجئ، حسوا بارتطام المركب بموجة شديدة، المركب انقلبت على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، والكلام ده ما استغرقش أكتر من 7 دقائق بدأت المركب في الغرق. جزء من السياح دول تدارك الموقف وخرج من الكباين بتاعتهم، ودول تم إنقاذهم لأنهم خرجوا سريعا، بينما كان في جزء مازال موجود داخل الكباين نفسها بتاعت المركب، وده يمكن الأعداد يعني ما نقدرش بقى نحدد الأعداد اللي بقيت في الكباين أو الأعداد اللي خرجت منها. القوات البحرية أبلغت على طول عن وجود 2 يمكن مفقودين كانوا في البداية ثم أكثر من ذلك. ما زالت الجهود لغاية دلوقتي وأنا بكلم سيادتك بتشتغل، شغالة القوات البحرية، القوات الجوية شاركت معانا في هذا الموضوع، ويعني نتعشم إن شاء الله بإذن الله نتعشم إن في خلال الساعات القادمة يكون في أكثر ناجين. يعني حضرتك المركب دلوقتي غارقة بالكامل ولا في جزء منها لسه يعني يطفو؟ والله لا، يعني آخر صور يمكن تم التقاطها، لا معظمها غارق، يعني مش يعني مش هي مقلوبة على الجنب أو حاجة زي كده، لا غطفت في المية. هل المركب كان فيها مثلا زوارق تساعد ان الناس دي تقدر تخرج او كده، ولا الحالة الجوية لم تساعد في هذا الامر؟ لا لا، الموضوع المركب مجهزة تماما، المركب فيها كل يعني الاجراءات السلامة المفروض تكون محطوطة عليها، وهي مكشوف عليها فعلا في شهر 3/24 ورخصتها سارية لمدة عام، ولم يكن فيها أي ملاحظات فنية يعني. فهي طبعا بيبقى فيها العوامات بتاعتها وبيبقى فيها كل أدوات الإنقاذ بتاعتها، ولكن بقول لحضرتك يمكن أنا كنت بتكلم مع سائح أسباني بالتحديد أو عدد من السياح الأسبان، قالوا لي إحنا بالضبط يعني الموضوع كان من 5 to 7 minutes فعلشان ينزل أو يلحق الكلام ده. ونفس الحكاية كان بالنسبة ل بعض الرؤساء اللي كانوا على المركب يعني، او الطاقم نفسه اللي هو بتاع اللي موجود، قالوا لي يعني يمكن احنا ما شعرناش اكتر من 6-7 دقائق كان الوضع دوت حاصل. انا شايف طبعا انه القوات المسلحه استخدمت كل امكانياتها، يعني مش البحريه بس، يعني في كل الامكانيات للبحث عن ناجين، وال 28 اللي تم انقاذهم واضح ان دي كانت جهود قوية جدا، لانه سرعة هذا الامر يعني مهمة، لانه لما المركب يكون فيها ناس جوه الكباين وتنزل المركب نفسها فبيبقى صعب جدا الناس دي يتم انقاذها. شوف هقول لحضرتك حاجة، يعني الحقيقة يعني عاوز اقول لحضرتك حاجة، يمكن احنا غرفة عمليات عندنا تلقة البلاغ يمكن 5 الفجر، تم التعامل يمكن يعني في ظرف اقل من 5 دقائق كان في اتصال ما بيننا وما بين البحريه، وكان على طول القوات البحريه بتتعامل معانا بمنتهى السرعه وبمنتهى الدقه بالاحداثيات بكل حاجه. صادف وجود مركب قريب منهم، والحمد لله برضه بتوجيه من القوات البحريه للمركب ديت مباشره، دخلت على طول وبدات في عمليات الانزال. كانت وصلت القطع البحرية بتاعت القوات البحرية، التقطت بعض الناس. يعني عاوز أقول لحضرتك حاجة، إن السيناريو كان الحمد لله متكامل بقدر الإمكان، جميع الجهود يعني من كافة